فضيلة الإمام الطيب شيخ الجامع الأزهر، ما زلت أقرأ وما زالت الحيرة تتملكني. امبارح كنت أقرأ كتاب عن الخلافة. طبعا كثير جدا من الجماعات المتطرفة بتبني أحلامها على استعادة الخلافة، بتتكلم بتخاطب وبتداعب حتى وجدان الناس علشان تقربهم منها من خلال حلم الخلافة. الحقيقة أنه أنا بحثت عن الخلافة في القرآن فلم أجدها. وإحنا عارفين من سنتين واحد طلع كده في العراق، أبو بكر البغدادي، وأعلن نفسه خليفة للمسلمين. ما هي حقيقة هذا الأمر؟ وأنا لم أجده في القرآن إطلاقاً. شوف يا سيدي، موضوع الخلافة ده يعني في خطوط العريضة. طبعاً الخلافة كانت موجودة لحد 1924. سقطت طبعا في من الدولة العثمانية في مارس 1900. كانت الدولة أو الخلافة العثمانية على ضعفها في ذلك الوقت، وعلى تشتتها، وعلى يعني انهزامها في كل ميدان، إلا أنها كانت تمثل بالنسبة للغرب تخوف، وهو أن هناك تحالف للمسلمين. نحن نعلم طبعا، أنا مش هأذكر التاريخ يعني بتفاصيله، إنما بعد الحرب العالمية الأولى انهزمت تركيا، لكن بتدخل من دول الحلفاء وخاصة بريطانيا عملوا كمان أتاتورك ده وكأنه بطل، يعني أعاد الجيوش البريطانية وجيوش الحلفاء واليونان، ويعني دافع أو أقصاهم من اليونان، وبعد ذلك نفذ المخطط وهو إسقاط الدولة، إسقاط الخلافة الإسلامية، وقال أنه ده ورم مارسناه من العصور الوسطى. فكان مخطط لهذه الخلافة أن تسقط، فاستراح الغرب راحة كبرى بعد سقوط هذه، لأن أولا يعني أرحهم من بعبعين إذا صح يعني هذا التعبير، معلش العفريت أو من عفريتين، العفريت الأول وحدة المسلمين، والعفريت الثاني يعني هو وحدة الأراضي الإسلامية، لأن بعد ذلك بدأت التقسيم، عملية التقسيم، التقسيم أو الاستمرار في مشروع التقسيم واستعمار هذه الدولة. لحد ما بقى له شرعية دولية، كان لا يمكن التراجع عنه. طبعا شرعية دولية بعد 1924 بعام واحد طلع شيخ أزهري اسمه الشيخ علي عبد الرازق، أخو الشيخ مصطفى عبد الرازق الأستاذ العظيم الجليل اللي كان شيخ الإسلام وكان تعلم في فرنسا. والشيخ علي عبد الرازق أنا لا أتحدث عن بواعثه في تأليف كتاب اسمه الإسلام وأصول الحكم. هذا الكتاب عنوانه الإسلام وأصول الحكم، بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام. ده الشيخ علي عبد الرازق، هذا الشيخ الأزهري، وطبعا ده هو من خريج الأزهر وقضاة المحاكم الشرعية، وطبع سنة 1925، بل في السنة دي طبع ثلاث مرات. 25 يعني ده في العام التالي مباشرة على سقوط الخلافة، قبل أن يمر عام على سقوط الخلافة ظهر هذا الكتاب اللي هو الإسلام وأصول الحكم. بالتوازي كان السنهوري باشا يدرس في فرنسا موضوع الخلافة، وأعتقد أنه كان في جامعة ليون، و يعني تفرغ لدراسة الخلافة في الإسلام، ورسالته كانت يعني فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية. ده كان رائع الحيوان، قرأت أجزاء من كتاب. نعم هو كتاب جميل، ويعني خصص جزء منه لنقد هذا الكتاب، وتحت عنوان رأي شاذ، وتناول لأن هذا الكتاب انتهى إليه شيخ عبد الرازق، انتهى إلى أن الإسلام دين وليس دولة، وبالتالي فضوكم من حكاية الخلافة، ده الدين ولا له نظام حكم، ولا يتكلم عليه نظام حكم، ولا تدخل في أنظمة حكم على الإطلاق، ولا طلب من المسلمين أن يكون لهم نظام في الحكم. وقال أن الخلافة إذا استثنينا يعني 30 سنة اللي هم يعني فترة الخلفاء الراشدين، فالخلافة كانت تمثل نوعا من ديكتاتورية،
في الحكم و يعني نوع توجب الطاعة نوعا من التغلب نعم نوعا من التغلب ونوع حتى استعمل كلمة قهر الناس. فطبعا ده موقف يمشي مع موقف كمال أتاتورك اللي كان قبله. الدكتور السنهوري كان في ذلك الوقت عبر عن يعني وأنا قرأت نقده هنا نقد لازع جدا سواء الفكرة من نفسها الأدلة لأن ده بيقدم بين يدي أدلة على أن الإسلام دين وليس أستاذ حضرتك ألقي نظر عليه وليس دولة وتعقبوا في فكرته وقال له كلامك غير صحيح وبعد ما صدر هذا الكتاب أيضا تعقبه شيوخ كبار من الأزهر ردوا عليه يعني حتى الشيخ الطاهر بن عاشور من تونس هنا الشيخ الخضر حسين ويعني الشيخ عرفة مجموعة كبيرة من العلماء تصدوا وطبعا معروفة قصته أنه تحول إلى قضية وإلى همني كتاب الدكتور السنهوري اللي هو صدر 26 كرسالة باللغة الفرنسية اسم الرسالة بتاعته فقه الخلافة يعني كان يؤمن بالخلافة وبيبين فقهها وتطورها وكيف تطورت أو كيف يرى تطورها ولتنتهي إلى أن تصبح حصبة أمم شرقية تبدأ طبعا أصله رسالة باللغة الفرنسية في جامعة ليون وطبع وترجم إلى اللغة العربية سنة 1989 ترجمته كريمته الدكتورة نادية وهذا هو يعني هذه النسخة العربية المترجمة. أنا قرأت عنها طبعاً برضو وقرأت أجزاء منقولة في كتب أخرى لكن الحقيقة أنه يعني لو هتسمح لي هستعير النسخة لا دي حضرتك أقرأها بعناية هو السعير أنا مش يعني مش ههرب منك لكن هو موجود في مهم جداً جداً بالتأكيد ولكن لا يمكن قراءة هذا الكتاب الأصلي دون قراءة النقل نعم وهذا هذا هو الذي أريد أن أنبه عليه الذين يريدون أن يتحدثوا يجب أن يقرأوا في الكتابين معا منذ ذلك الوقت وموضوع الخلافة أصبح نهبا أو حبل مشدود بين طرفين بين العلمانيين الذين يتشبثون بكلام الشيخ علي عبد الرازق ويستشهدون به لتثبيت مقولتهم أن أيضا الإسلام دين وليس دولة وكفى كلاما عن تطبيق الشريعة وكفى كلاما عن أن يكون هناك نظام للحكم متقيد بالشريعة إلى آخره. هو إحنا محتاجين منطقة وسط بين الكتابين؟ بالضبط. أو بين النظريتين؟ لا 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 أنا ما بقولش الكتاب الثاني خد الطرف المقابل هو الوسط في الكتاب الثاني. لكنه بيبقى يعني بيتخذ كذريعة عند العلمانيين أو الناس اللي هم ضد عادة اللي بيتخذ ذريعة هو الكتاب الأول لأن بقول أدي شيخ من الأزهر ولذلك هم طبعوه حتى الآن ده طبع طبعات فاخرة جدا ورخيصة جدا لنشر فكرة أن الإسلام دين وليس دولة وليقولوا أن يعني المجتمع ممكن أن يعني يستورد أي قوانين وزي ما حدث في استيراد القوانين الفرنسية ولتبرير القوانين الوضعية القوانين الوضعية فأصبح يعني ده معركة بين العلمانيين وبين الإسلاميين الذين يرون أن هؤلاء العلمانيين يريدون القضاء على ذاتية الدولة أو على ذاتية الدول الشرقية وعلى يعني خصوصيتها على هويتها على ثقافتها والحرب لم تنتهي حتى الآن يعني إذا أردت أن ألخص هذا الكم القليل الذي قلته أوها أن الخلافة الإسلامية التي سقطت 1924 بتدخل الغرب كانت تشكل بالنسبة للغربيين نوعا من القلق ونوعا من التوتر والخوف على الغرب بعد ذلك الشيخ علي عبد الرازق هو أول من كتب في موضوع الخلافة وبدون يعني مثيرات أو بدون بواعث اللهم إلا إذا كان يريد أن يعني يبرر ما صنعه كمال أتاتورك لإسقاط الخلافة العثمانية إسقاط الخلافة العثمانية أو قيل وقتها أن بعض يعني الملك كان يريد أن يكون خليفة المسلمين فهو يعني تصدى لهذا قيل هذا الكلام لكن الحقيقة أنه هو تزامنا تقريبا مع سقوط الخلافة
ألف هذا الكتاب الذي انتهى فيه إلى تأييد فكرة أن لا توجد خلافة في الإسلام وأن الإسلام دين وليس دولة، وأن الخلافة هي نوع من اغتصاب إرادات الناس وحقوق الناس والتعدي على حقوق الإنسان كما يقال. وتزامن أيضا أن تصدى السنتوري باشا في رسالته في فرنسا للرد على هذه الرسالة. موقف الأزهر أيضا كان رفض ما قاله الشيخ علي عبد الرازق واتهمه يعني فأنه رجل فرط في أزهريته وفي عقيدته، وعلماء كثيرون من خارج مصر ومن داخل مصر ومن علماء الأزهر نقدوا هذا الكتاب ورفضوه وقالوا إن الإسلام ليس كما تقول دين وليس دولة، إنه دين ودولة في نفس الوقت. وفعلا يا مولانا معظم كتب السياسة الشرعية اللي بتتحدث عن الخلافة بتتكلم عن وظيفتين للخلافة، حراسة الدين وسياسة الدنيا. حراسة الدين وسياسة الدنيا يعني إيه يا مولانا؟ يعني يعني المطلوب من من ولي أمر المسلمين، لأن في ذلك الوقت هو طبعا ده مش حديث، في ذلك الوقت كان هناك خليفة واحد وله ولاة في الأقاليم كلها. فمهمة الخليفة هو أن يحرس الدين، يعني بحيث أن الدين لا يؤتى لا يقاوم ويحمي دور العبادة طبعا دي بشكل عام. وفي نفس الوقت يعني يقيم شرع هذا الدين في الرعية. يعني كما قلت حضرتك في العبارة أنه يحرس الدين، حراسة الدين وسياسة الدنيا، وسياسة الدنيا يعني يسوس الدنيا، يسوس الدنيا يعني يقود الدنيا، يقود سياسة الدنيا يعني يطبق أحكام الدين في المدنية ويعني في الزواج وفي الطلاق وفي البيع والشراء في كل أمور الحياة. وفعلا كانت الشريعة تحكم الأمة الإسلامية إلى دخول الحملة الفرنسية. هنا مولانا هنا أما نقول سياسة الدنيا المقصود بها السياسة بمفهوم التقليدي؟ السياسة ليس بالمفهوم الآن، سياسة يعني معاملة تسيير شؤون، تسيير شؤون الناس الدنيوية بالدين. بالدين طب البعض هنا ممكن يحتاج على ده ويقول إن ده خلط ما بين السياسة والدين، والسياسة برضو فيها من أمور الحياة. هنرجع تاني ونقول علاقة الإسلام أو علاقة الدين بالدنيا في الإسلام. علاقة الدين مختصرة برضو، أنا بدي رسائل هنا ولما الكلام كثير جدا. الإسلام يتدخل في شؤون الناس في الأمور التي تحتاج إلى تحديد ولا تتغير من زمان إلى زمان، ولا من مكان إلى مكان، ولا من عصر إلى عصر، ولا من حضارة إلى حضارة، وهي العبادات والأخلاق. يضع فيها تحديدات صارمة ولا يسع المسلم أن يخرج عنها، كالصلاة، الصوم، الحج، كل هذه عبادات نؤديها الآن كما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيؤديها أي مسلم حتى لو وصل الناس إلى المريخ. هنا أجد نوع من الأحكام واضح، لكن هناك أمور أخرى وما أكثرها، لأن مثلا آيات الأحكام قليلة جدا في القرآن اللي هي هذه الأحكام، مثلا زي نظام الحكم. أو يبقى في خليفة، ولا يبقى في ملك، ولا يبقى في رئيس، ولا يبقى في حكم فدرالي. الإسلام في هذه الأمور ترك الناس وما بما يلائمهم ولكن وضع لهم قواعد كلية أو إطار عام أخلاقي. أنا أقبل النظام الذي يحقق مثلا مساواة الناس، ده الإسلام. لكن النظام الذي يقوم على الطبقية وأني كذا وكذا كما كان موجودا يرفضه الإسلام. فإذا الأمور المتحركة بطبيعتها والمتطورة والتي لا يمكن أن نجمد فيها على صورة واحدة نجاب بها تطور الزمان والمكان، الإسلام يضع فيها مفاهيم عامة ويترك للمسلمين اختيار الشكل الذي يناسبهم أو يناسب عصرهم الذي يعيشون فيه. فحينئذ لا أستطيع أن أقول أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. لا في دين في السياسة. نعم على سياسة الدين،
يعني إذا فهمنا السياسة بالمفهوم المعاصر وهي أنها مثلا فيها الغاية مبدأ الغاية يبرر الوسيلة، لا الإسلام يرفض هذا الكلام. لا لا، يعني مهما كانت الغاية عظيمة لو أن الوسيلة تقوم على قتل واحد فقط يلغي كل الغاية يبطل كل شيء. فالسياسة بهذا المفهوم نعم، سياسة بكيفية الله، سياسة مش عارف إيه، السياسات التي تقوم على الصراع بين الناس الإسلام يرفضها، وهنا يعني يرفضها تماما. لكن الدين يتدخل في السياسة موجه لها ويقول لها الخير من هنا، أو منفعة الإنسان من هنا ومضرة الإسلام من هنا، فاحذري، يوجه. لا، في بالنسبة للمسلمين هذه الأمور المتحركة بطبيعتها كما قلنا لا يمكن أن يضع فيها صورة محددة، وإلا كان اصطدم المسلمون من زمان بحياتهم وكان تخلصوا من هذا الدين. لكن عشنا يعني نقول 1200 سنة ونحن نتحرك تحت ظل الشريعة الإسلامية قبل أن يأتينا النظام الفرنسي، فكانت الشريعة وكان الفقه مطبقا في كل شؤون الإنسان قبل بدء تطبيق القوانين الوضعية. لكن المشكلة أن هناك قوانين يراد لها أن تسود العالم الإسلامي وأن تختفي القوانين الإسلامية. طبعا تخوفات كثيرة جدا، لي أسباب تخوفات الكلام كثير وتخوفات يعني من يعني يرجع الزمن فيها إلى الحروب الصليبية وما قبلها كمان، لأن هناك مش ساكتين، يعني الناس مش نايمين، بيدرسوا ويتحركوا بناء على رؤى تاريخية قديمة وبناء على رؤى مستقبلية وماذا يمكن، وهم دائما يتخوفون من الإسلام. وشوف حضرتك احنا وصلوا فين الآن إلى ما يسمى بالإسلاموفوبيا، هم صحيح ما بيردوش بهذا اللقب الآن، يعني لأنه لقب هو الإسلاموفوبيا معناها المرض، يعني الإنسان اللي يصاب بمرض الخوف من حاجة وهي لا تخيف. هو بس هو أحيانا إحنا بنساعد على تعزيز هذا المفهوم، ما في ذلك شك، بسبب نعم عدم نعم الفهم. طبعا نعم المفهوم التقليدي يا مولانا لمسألة الخلافة إنه يبقى في دولة خلافة كبرى تضم كل الأمم الإسلامية حتى إنه تكون أمة إسلامية واحدة. نعم. النهاردة إحنا بنتكلم عن 2 مليار مسلم تقريبا على مستوى العالم، عندنا أكثر من 50 دولة أغلبية سكانها مسلمين. هل يمكن أن يبقى في خليفة واحد أو خلافة واحدة تجمع كل هذه الدول، ولا من الجائز وفقاً للمفهوم الإسلامي أن يبقى في عدة خلفاء؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا صورة معينة، يعني أمرنا أو حتى نصحنا بأن نلتزم بها. الخلافة ليست نصاً في القرآن وإنما هي فقه واقع كما قلنا.